يوم مفعم بالحيوية أتمناه لكم أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر في حلقة جديدة من مادة الأحياء. نحن نستطيع أن نميز بين الذكر والأنثى غالباً من خلال المظهر الخارجي، وأيضاً عندما أسمع صوت أي إنسان أستطيع التمييز وأميز جنسه. هل هذا سحر؟ بالتأكيد هناك حقائق علمية. هل تريد أن تعرف السبب في ذلك؟ تابعني بعد الفاصل. أرحب بكم من جديد أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر في حلقة نريد أن نعرف من خلالها كيف يمكنني أن أميز بين الذكر والأنثى، وكيف سبحان الله الله أعطاني ميزة لتمييز أصوات من أسمعهم سواء كان ذكور أو إناث. إنها درس اليوم وهو الصفات المحددة بالجنس. تحمل هذه الصفات على الكروموسومات الذاتية حيث تظهر في جنس واحد دون الآخر وتتأثر بالهرمونات الجنسية. قارن ذلك بالسيادة المتأثرة بالجنس، وتظهر هذه الصفة على جنس حيث تعطيه صفاته الجنسية الخاصة به. ونلاحظ الآن، إذن هذه الصفات تحمل أيضاً على الكروموسومات الذاتية أو الجسدية، إذن هي تتشابه مع ما سبق ودرسناه في حلقة سابقة. هل تستطيع أن تتذكر بعض أو صفة من الصفات سبق ودرسناها محمولة على الكروموسومات الذاتية؟ ممتاز، هي الصفات المتأثرة بالجنس. هنا أيضاً تحمل هذه الصفات المحددة بالجنس على الكروموسومات الذاتية أيضاً. إذن ما الاختلاف بينها وبين الصفات المتأثرة بالجنس؟ نلاحظ أن هذه الصفات توجد في جنس دون الآخر. هي أيضاً تتأثر بالهرمونات ولكنها توجد في جنس واحد فقط دون الآخر. ماذا عن الصفات المتأثرة بالجنس التي سبق ودرسناها في الحلقة الماضية؟ ممتاز، هي صفات توجد في كلا الجنسين ولكن نسبة ظهورها في جنس أعلى من الجنس الآخر. لكن في هذه الحلقة وهي التي تدرس الصفات المحددة بالجنس، نلاحظ أن هذه الصفات توجد في جنس دون الآخر، وهذا ما يميزها عن الصفات المتأثرة بالجنس. نلاحظ أن هناك أمثلة كثيرة على ذلك. لاحظ الآن معي من الأمثلة على ذلك الصفات الجنسية الثانوية في الثدييات، أي مظاهر البلوغ. نلاحظ أن سواء كان أنثى أو ذكر عند البلوغ تبتدي تختلف الصفات الظاهرية، فأستطيع التمييز بينهم بكل سهولة. أيضاً نلاحظ إنتاج البيضة وخصائصها. هل سبق وسمعت عزيزي الطالب بأن هناك ديك باضة بيضة؟ بالتأكيد لا، لأن هذه الصفات محددة في جنس الإناث لدى الطيور وليس الذكور. إنتاج الحليب وخصائصه أيضاً، وصفة مهمة جداً. المثال على ذلك هي القرون في أغنام الرمبوي، وهي نوع من الخراف الفرنسية الضخمة. في هذا النوع من أنواع الخراف الرمبوي نلاحظ أن القرون فقط تظهر في الذكور، أي لا يوجد إناث لديها قرون في هذه الرمبوي في أغنام الرمبوي. لاحظ الآن التالي، مثال عليها وراثة القرون في أغنام الرمبوي، وسبق واتفقنا بأن هذه القرون لا توجد نهائيا في إناث الأغنام الرمبوي، توجد فقط في الذكور. لاحظ الآن التالي، لاحظ الآن هذه أنثى أغنام الرمبوي وهذا الذكر. التركيب المظهري للأنثى، لاحظ الآن التركيب المظهري، لاحظ شكل الأنثى لا تحتوي على قرون بينما الذكور يحتوون على قرون. إذن جميع الإناث ليس لها قرون أيا كان تركيبها الجيني، أيا كان، حتى لو كانت نقية H capital H capital أو H small H small أو كانت هجين H capital H small، أيا كان تركيبها الجيني فإن إناث الرمبوي لا تحتوي على قرون. ماذا عن الذكور؟ هل جميع الذكور يحملون لصفة ظهور القرون؟ شاهد الآن الأغنام
الذكور الذين يحملون صفة القرون تركيبين جينيين فقط H capital H capital أو H capital H small. ماذا لو حمل ذكر الريمبوي تركيب جيني H small H small؟ هل يحمل قرون؟ لا، بالتأكيد لا يحمل القرون. إذن هناك تركيب جيني واحد فقط للذكر في الريمبوي الذي لا يحتوي على قرون، وهو H small H small. إذن لاحظ صفة القرون، هل ظهرت في كلا الجنسين؟ لا، بالتأكيد هي ظهرت في جنس دون الآخر، ظهرت في الذكر دون الأنثى في أغنام الرمبوي. ما المقصود بالسيادة المحددة بالجنس؟ حاول أن تفسر ما سبق وقلناه. أين تحمل صفات هذه، أو أين تحمل الجينات هذه الصفة؟ ممتاز، على الكروموسومات الذاتية أو الجسدية. هل تظهر في كلا الجنسين؟ لا، بالتأكيد هي تظهر في جنس دون الآخر. معنى ذلك، هل تتأثر بظهور الهرمونات؟ بالتأكيد تتأثر. لا، إذا كانت لا تتأثر لما ظهرت في جنس دون الآخر، إذن هي تتأثر أيضا بالهرمونات. إذن نلاحظ، هي الصفات التي تحمل على الكروموسومات الذاتية حيث تظهر على جنس دون الآخر وتتأثر بالهرمونات الجنسية. تظهر هذه الصفة على الجنس بحيث تعطيه صفاتها الجنسية الخاصة به. حاول أن تقارن مرة أخرى بالصفات المتأثرة بالجنس. أيضاً كلاهما يحملان على الكروموسومات الذاتية، ولكن الاختلاف أن الصفات المتأثرة بالجنس توجد في كلا الجنسين وتتأثر أيضاً بالهرمونات، ولكن في الصفات المحددة بالجنس، قلنا محددة لأنها تظهر في جنس دون الآخر، تميز جنس دون الآخر. من خلال النظر أستطيع أن أميز جنس دون الآخر، لأن هذه الصفات تظهر الصفات الثانوية أو إنتاج البيضة أو إنتاج الحليب أو كما قلنا ظهور القرون في أغنام الرمبوي. ما ناتج تزاوج ذكر له قرون من أغنام الرمبوي من أنثى عديمة القرون؟ وضح ذلك على أسس وراثية. هو الآن ذكر لي ما ناتج تزاوج ذكر له قرون؟ كم تركيب جيني للذكر الذي له قرون؟ ممتاز، له تركيبين جينيين، إما H capital H capital أو H capital H small. طيب، تزوج بأنثى من أغنام الرمبوي عديمة القرون، ما هو تركيبها الجيني؟ ممتاز، هناك ثلاثة احتمالات، إما أن تكون H capital H capital، ممكن أن تكون H capital H small، ممكن أن تكون H small H small. كيف أستطيع أن أحل هذه المسألة؟ إذن في البداية أفترض الذكر، هناك احتمالين للتركيب الجيني للذكر، في البداية أفترض احتمال واحد وأزاوجه ثلاثة مرات في ثلاث احتمالات للأنثى. في المرة الثانية سأحتمل الاحتمال الثاني للتركيب الجيني للذكر وأزاوجه ثلاث مرات حسب احتمالات الأنثى، وهكذا. شاهد الآن معي. إذن ذكر له قرون وأنثى عديمة القرون بالطبع، ذكر له قرون، افترضنا بأن تركيبه الجيني H capital H capital، وأنثى عديمة القرون أو ليس لها قرون، وهناك ثلاثة احتمالات. الآن سأفترض أول الاحتمالات هذه H small H small. سأقوم الآن بتوزيع الأمشاج. في الأنثى مشاجها متشابهة جميعها H small، في الذكر أمشاجه متشابهة جميعها H capital. قبل أن أطبق في مربع بانت، ماذا تتوقع احتمالات ظهور أفراد الجيل الأول الآن من خلال ما تشاهده؟ ممتاز، 100% تركيبهم الجيني H capital H small. إذا كان ذكر يحمل قرون، ممتاز، وإذا كانت أنثى بالتأكيد عديمة القرون. إذا لاحظ الآن، قمنا بتوزيعه في مربع بانت، جميع أفراد الجيل 100% تركيبهم الجيني H capital H small. إذن التركيب الجيني 100% H capital H small إذا كانت ذكور لها قرون، وإذا كانت إناث ليس لها قرون، وهذا هو الاحتمال الأول. الآن سأطبق نفس هذا التركيب للذكر H capital H capital الآن على تركيبين آخرين للأنثى. نلاحظ الآن، أعطيت ذكر له قرون نفس تركيبه الجيني المفترض في أول حالة H capital H capital،
أما في الأنثى التي ليس لها قرون الآن، وضعت احتمال آخر للتركيب الجيني لها H capital H small. سأقوم بتوزيع الأمشاج الآن. في الأنثى أمشاجها الآن اختلفت، مشيج H capital مشيج آخر H small، بينما في الذكر أمشاجه متشابهة H capital H capital. سأطبق الآن على مربع باليت. سنشاهد بأن الأفراد الناتجة 50% يحملون التركيب الجيني H capital H capital، وأيضا هناك 50% أخرى يحملون تركيب الجيني H capital H small. سؤال أطرحه الآن عليك عزيز الطالب، إذا كان جميع الأفراد الناتجة إناث، ما هو التركيب المظهري لها؟ ممتاز، اتفقنا بأن جميع الإناث لا يحملون قرون، إذا لو كان هذا التركيب في الإناث لا يحملون قرون، وإذا كان هذا التركيب كان جميع أفراد الجيل ذكور، ممتاز، سيحملون سيظهر لديهم القرون الآن، لأن تركيبهم الجيني H capital H capital H capital H small. إذا نلاحظ التركيب الجيني 50% H capital H small ذكور لها قرون، وإناث بالتأكيد ليس لها قرون. 50% H capital H capital أيضا الذكور لها قرون، والإناث بالتأكيد كما قلنا ليس لها قرون. واضح الآن عزيزي الطالب؟ شاهد الآن المرحلة الثالثة أو الاحتمال الثالث للإناث على نفس التركيب الجيني للذكر. ذكر له قرون، واتفقنا تركيبه الجيني ثابت الآن، احتمال الأول أنه كان H capital H capital. الآن الأنثى ليس لها قرون، الاحتمال الثالث لها H capital H capital. سنقوم بتوزيع الأمشاج الآن. أمشاج الأنثى متشابهة والذكر متشابه، جميعهم H capital H capital. سنطبق الآن على مربع بانت. شاهد ماذا ظهر الآن؟ ظهر أن جميع الأفراد يحملون التركيب الجيني H capital H capital. لو كان هذا التركيب أو الأبناء الظاهرة الأبناء الناتجة جميعها ذكور، ممتاز، تحمل لصفة القرون، وإذا كانت إناث كما اتفقنا بالتأكيد لا تحمل لهذه الصفة. إذا نلاحظ بأن التركيب الجيني 100% H capital H capital، ذكور لها قرون، إناث ليس لها قرون. الآن انتهينا من احتمال الأول للذكر أن يكون تركيبه الجيني H capital H capital، ولاحظنا أياً كان التركيب الجيني في الإناث بالتأكيد لا يحملون قرون، واختلف الآن بالنسبة للذكر، إذا كان هذا الذكر يحمل H capital H capital H capital H small فإنه يحتوي على قرون، تركيب واحد فقط يدلني على أن الذكر لا يحمل قرون وهو H small H small. واتفقنا السبب في ذلك بأن هذه الصفة من الصفات المحددة بالجنس، محددة بالجنس أي أنها تحدد جنس دون الآخر، تظهر في جنس دون الآخر. لاحظ الآن الاحتمال الثاني للذكر، سأعطي احتمال للذكر له قرون H capital H small، وسأطبقه الآن على ثلاث احتمالات للأنثى مرة أخرى. لاحظ الآن عندما أزوجه بأنثى ليس لها قرون ولكن تركيبها الجيني H capital H small، إذا كلاهما هجين. سأقوم بتوزيع الأمشاج الآن. الأمشاج مختلفة في الذكر والأنثى، مشيج H capital مشيج H small في الأنثى، أيضا في الذكر مشيج H capital مشيج H small. سأقوم بتوزيعها في مربع بانت. نلاحظ بأن الفرد الأول يحمل التركيب الجيني H capital H capital، فردين يحملون التركيب الجيني H capital H small، وفرد الرابع يحمل التركيب الجيني H small H small. إذن 50% يحملون التركيب الجيني H capital H small. ما هو التركيب المظهري له؟ إذا كان طبعا ذكر يحمل القرون بينما الأنثى بالتأكيد لا تحمل قرون. 25% يحملون التركيب الجيني H capital H capital، إذا كان ذكر بالتأكيد له قرون والإناث ليس لها قرون. 25% يحملون التركيب الجيني H small H small، هنا اتفق التركيب المظهري، إذا كان ذكور أو إناث لا يحملون قرون. ماذا تلاحظ الآن مرة أخرى؟ نلاحظ أن جميع الإناث أياً كان تركيبها الجيني لا يحملون قرون، وسبب في ذلك يرجع إلى أنها من الصفات المحددة بالجنس في أغنام الريمبوي، تظهر في الذكور دون الإناث، تظهر في الذكور في تركيبين جينيين H capital H capital H capital H small، لا تظهر عندما يكون التركيب الجيني H small H small.
لاحظ الآن نفس تركيب الذكر H capital H small سأطبقه على التركيب الآخر للأنثى، هناك أيضا احتمالين آخرين. إذا ذكر له قرون، تركيبه الجيني الاحتمال الثاني H capital H small، نشاهد الآن الأنثى ليس لها قرون، تركيبها اختلف الآن H small H small. سأقوم الآن بتوزيع الأمشاج، لاحظ في الأنثى متشابهة الأمشاج H small بينما الذكر H capital H small. قبل أن أطبق في مربع بنت ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟ ما هو التركيب الجيني الذي سيظهر في الأبناء؟ هل تستطيع أن تستنتج ذلك الآن من توزيع الأمشاج؟ ممتاز، سيعطيني 50% H capital H small، 50% H small H small. كيف أستطيع أن أجيب بهذه السهولة؟ أن التركيب الجيني للأنثى لها نفس الأمشاج متشابهة H small، مرة تأخذها الـ H capital في الذكر فتعطيني H capital H small، في المرة الثانية سيأخذ التركيب أو المشيج الثاني للذكر اللي هو H small فسيكون الفرد الناتج H small H small. لاحظ الآن في مربع بانت سيكون 50% كما قلنا H capital H small، 50% H small H small. لاحظ الآن إذا التركيب المظهري عندما يكون التركيب الجيني H capital H small ذكور لها قرون وإناث عديمة القرون، 50% H small H small ذكور أو إناث بالتأكيد لا تحمل القرون. شاهد الآن آخر احتمال للأنثى، إذا نفس التركيب الجيني للذكر H capital H small، احتمال الأخير للأنثى التي ليس لها قرون أن يكون تركيبها الجيني H capital H capital. سنقوم الآن بتوزيع الأمشاج، أمشاج الأنثى متشابهة H capital، أمشاج الذكر مختلفة إحداهما H capital والأخرى H small. الآن سأطرح نفس السؤال عزيز الطالب، هل تستطيع أن تستنتج التركيب الجيني للأفراد الناتجة من خلال الأمشاج؟ ممتاز، بكل سهولة سيكون 50% منهم يحملون التركيب الجيني H capital H capital، 50% أخرى يحملون التركيب الجيني H capital H small، والسبب في ذلك بأن الأمشاج في الأنثى متشابهة H capital، مرة تأخذ الـ H capital من الذكر والمرة الأخرى تتحد مع المشيج الثاني اللي هو H small في الذكر أيضا. إذا 50% H capital H capital، 50% H capital H small. أنا أدربك على هذه الحالات حتى تستطيع أن تجيب بكل سهولة في الاختبارات عندما يكون اختيار متعدد أم صح وخطأ، لا تستوقفك هذه الأشياء السهلة، تحاول أن تجيبها بكل سهولة ويسر. إذا سنطبق الآن على مربع بانت نتأكد من الإجابة. نلاحظ بالفعل 50% تركيبهم الجيني H capital H capital، 50% تركيبهم الجيني H capital H small. قبل أن أعطي النتائج ما رأيك الآن في التركيب المظهري؟ إذا كان الأفراد الناتجة ذكور، ممتاز، أيا كان تركيبها H capital H capital أو H capital H small سيكون التركيب المظهري للذكر له قرون، ممتاز. ماذا لو كان جميع الأفراد الناتجة إناث؟ بالتأكيد ممتاز، لا تحمل القرون لأنها صفة محددة بالجنس تظهر في الذكور دون الإناث في أغنام الرمبوي، ممتاز. إذا نشاهد أن التركيب الجيني 50% H capital H small ذكور لها قرون وإناث ليس لها قرون، 50% H capital H capital ذكور أيضا لها قرون وإناث بالتأكيد عديمة القرون. اختر الإجابة الصحيحة للعبارة التالية، التركيب الجيني لذكر أغنام الرمبوي ليس له قرون، كم احتمال سبق ودرسناه في هذه الحلقة من التركيب الجيني للذكور عديمة القرون؟ ممتاز، هو تركيب واحد فقط H small H small، ممتاز. اكتب المصطلح العلمي المناسب، حالة وراثية لا مندلية تحمل صفاتها على الكروموسومات الذاتية. دائما في الاختبارات حاول أن تكمل الإجابة وتقرأ الجملة كاملة، لأن عندما أقف عند هذه الكلمة هناك احتمالات كثيرة قد أقول أنها صفات متأثرة بالجنس. طيب نكمل، هل إجابتي صحيحة؟ نكمل نشاهد، تظهر في جنس واحد دون الجنس الآخر، هل إجابتي الآن صحيحة؟ هل هي صفات متأثرة بالجنس كما سبق وقلت؟ بالتأكيد خطأ،
هي صفات محددة بالجنس. إذن عندما أكمل العبارة كاملة أستطيع أن أجيب وأنا مستعدة لذلك، لكن عندما أبتر العبارة وأجيب قد أجيب إجابة خاطئة. إذن نكمل الإجابة كاملة قبل أن نجيب عليها. إذن نلاحظ بأنها الصفات المحددة بالجنس. متى تكون صفة متأثرة بالجنس؟ عندما أقول بأنها تظهر في كلا الجنسين وتتأثر بالهرمونات. فسر على أسس وراثية هذه المسألة. أنجبت أنثى أغنام الرمبوي لذكر، ذكر له قرون وذكر ليس لها قرون. إذن أنثى تزوجت أو تم تلقيحها بذكر، هذه الأنثى أنجبت ذكوراً إحداهم له قرون والآخر عديم القرون. هل تستطيع أن تفسر ذلك؟ شاهد الآن معي. إذن ذكر ليس له قرون سيكون تركيبه الجيني H small H small. سيتزوج من أنثى ليس لها قرون. هل الأنثى ليس لها قرون تركيب جيني واحد فقط؟ لا، هناك ثلاثة احتمال لهذه الأنثى. قد تكون H capital H capital أو H capital H small أو H small H small. لاحظ الآن، سأختار H capital H small. ما السبب في اختياري لهذا التركيب الجيني H capital H small؟ أنا ذكرت بأن الأنثى أنجبت ذكر له قرون وذكر آخر عديم القرون. الذكر عديم القرون له احتمال واحد فقط H small H small. من أين حصل عليه؟ إحدى هذه الأمشاج أخذها من الأم والمشيج الآخر من الأب. إذن هو يجب أن يأخذ H small من أبيه و H small أخرى من أمه. إذن بالتأكيد الذكر سيكون تركيبه الجيني H small H small، والأنثى H capital H small لأنه سيأخذ منها ال H small. حاول أن تركز على الطلب في حل المسائل. طيب، نشاهد الآن عندما أوزع الأمشاج، أمشاج الأنثى مختلفة، إحداها H capital والأخرى H small، بينما الذكر متشابه H small H small. سنطبق الآن على مربع بانت. قبل أن أطبق الآن، هل تستطيع أن تستنتج التركيب الجيني للأفراد الناتجة؟ ممتاز، سيكون 50% H capital H small، 50% H small H small. إذن ممتاز، سنلاحظ الآن بالفعل كما تنبأنا، 50% H capital H small، 50% من الأفراد الناتجة H small H small. إذن تركيب الجيني 50% H capital H small، ويكون تركيبها المظهري ذكور لها قرون وإناث بالتأكيد ليس لها قرون. 50% H small H small سواء كان ذكور أو إناث ليس لها قرون. علل لما يأتي تعليلا علميا دقيقا. تظهر صفة القرون على ذكور الأغنام عدا الرمبوي أكثر من إناثها. لماذا قلت عدا الرمبوي؟ هو يقول بأن تظهر القرون في الذكور في الأغنام أكثر من الإناث، عدا الرمبوي، ما السبب في ذلك؟ هل تستطيع أن تستنتج بعد أن درسنا هذه الحلقة؟ ممتاز، لأن ظهور صفة القرون في الرمبوي محددة بالجنس، لا تظهر في الإناث، تظهر في الذكور فقط. إذن لأنها صفة متأثرة بهرمونات الذكورة أو صفة متأثرة بالجنس. أنا الآن أتحدث عن هذه الصفة الموجودة في أغنام الرمبوي، هي صفة هنا محددة بالجنس، لا تظهر في الإناث بتاتا. وصلنا أعزائي الطلبة إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم. إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله وإلى اللقاء.